بسم الله الرحمن الرحيم. احمد مصطفى فرج، الفرقه الرابعه، سنه رابعه، طب اسكندريه، دفعه 2020. هتكلم عن الاوتولوجي، طب الاذن، في الاي ان تي، الانف والاذن والحنجره. هتكلم دلوقتي عن الاوديولوجيك ايفالويشن، تقييم كفاءه الاذن. في اربع طرق. اول طريقه بيور تون اوديومتري، بيور تون اوديومتري، هنقول اساميهم بسرعه بعدين نستعرضهم واحده واحده. سبيتش اوديومتري، ما بقتش تون بقى، اللي بقى سبيتش، كلام، ديسكريميشن، وورد ديسكريميشن، تفصيل الكلام، فهم الكلام، تطبيق المعلومات المستلقاه. امبيدانس متري، امبيدانس متري، امبيدانس اللي هي ممانعه، قال لك الممانعه دي بتبقى ليها طريقتين، يا اما تمبانو متري يا اما اكواستيك ريفليكس. في الاكواستيك ريفليكس هنشوف كفاءه النرفات، الانتاكت بتاع العمليه العصبيه، توصيل العصبي في الاذن. وفي التمبانومتري هنشوف زي ما انت شايف الضغط اللي بيسببه، الضغط والالاستيسيتي، الالاستيسيتي بتاعت الميدل اير سيستم والبريشر في الميدل اير سيستم. اخر حاجه الايفوكت ريسبونس اوديومتري، ايفوكت ريسبونس اوديومتري. خدناهم كده، اخدت الخضه الاولانيه، هم 3 صفحات هيخلصوا في 3 دقايق. يلا نبدا. اول حاجه البطه، بيور تون اوديومتري. بص، قال لك في طريقتين بيقيسوا بيها كفاءه الودان بالبيور تون، بنستخدم نغمه نقيه زي ما واضح من الاسم بيور تون. في طريقتين، يا اما بالاير فونز، ميكروفونات للودان، دي عن طريق الهواء، لما بتتكلم حد صوتك بيتنقل في الهواء، يا حبيبي يا هواء، يبقى ايه ديت اير كوندكشن ثريشولد. ممكن تبقى طريقه ثانيه، احط الشوكه الرنانه اللي بتعمل الصوت النقي اللي بيبقى التردد بتاعه من 250 هرتز ل 8000 هرتز، احطه فين؟ احطه على الماستويد، احطه على الفور هيد، احطه قدام، احطه على البون، بحطه على العظام. فقال لك ديت اسمها بون فايبريتور، ديت للبون كوندكشن ثريشولد. قال لك ديت بتترسم على رسمه، الرسمه اسمها ايه؟ رسم بياني كده اسمه اوديو جرام. قال لك الاوديو جرام ده في اكس وواي، الاكس بيمثل ايه؟ بص اكس يبقى فريكوينسي، اكس سي اهي سي اهي اكس فريكوينسي هرتز هرتز هرتز. لكن ايه؟ لكن الواي، الواي لا، الواي ده بتاع الديسيبل، بتاع الشده، شدتك وانت واقف كده وطويل، طويل كده وليك هيبه، شدتك الديسيبلز بتاعتك، الانتنسيتي بتاعتك ديت في الواي وانت واقف. الديفينيشن بتاع الهيرنج ثريشولد، قال لك في حاجه اسمها الحد الادنى من النغمه اللي تسمعها. قال لك ديت لو قررناها 4 مرات المفروض تسمعها مرتين، ده الحد الادنى، مرتين 50% من المحاولات. يبقى ديت ثريشولد از ليست ساوند الديسيبل، الانتنسيتي بتاعته الديسيبل كان ديتكت، ودانك تقدر تستقبله، اقل شده ضوء، شده صوت تقدر ودانك تستقبله، ودوت لو قررناه في 4 مرات انت بس تستقبله وتفهمه، تستقبل بيور تون ديت في مرتين. قال لك النورمال هيرنج تبقى 25 ديسيبل، 25 ديسيبل ديت اقل حاجه. طب قال لك بيبقى فيه اختلافات اذا كان نوع بقى الديفنس اللي عندك، الهيرنج لوس اللي عندك، سواء كان كونتاكتيف لوس، سنسوري نيورال، ولا في حاجه ثانيه اسمها ميكسد. ايه الميكسد ده؟ خليط، خليط ما بين الكونتاكتيف والسنسوري نيورال. نشوف واحده واحده. قال لك في النورمال بتبقى بتقدر ودانك تستقبل الاصوات شدتها اقل من 25، من سواء 25 او اقل، كده انت في السليم، بتقدر تسمع اصوات قليله، انت كده في ممتاز، انت سليم نورمال. الاب نورمال بقى، قال لك في بقى بون كوندكشن وإير كوندكشن. في الكوندكتيف لوس، في الكوندكتيف لوس الصوت ما يقدرش يعدي من الهواء، ما يقدرش يعدي في الهواء في الاكسترنال اير ولا الميدل اير، ما يقدرش يعدي. الاير كوندكشن بيعلى جدا، الاير كوندكشن بيقل جدا، فبالتالي لازم تستوعب بيور تون عاليه قوي 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 عشان ودانك تبدا تفهمه، تبدا تسمعه. يبقى لازم بيور تون يبقى عالي قوي جدا في
في الكوندكتيف لوس، لكن البونتون البون كوندكشن لا سليم زي ما هو نورمال، لكن الاير كوندكشن هو الابنورمال، لازم عشان يستوعبه يبقى مور ذان 25 ديسيبل. السنسوري نيورال لا، سواء كان بقى هواء او مش هواء او هواء او بون، فالاعصاب نفسها اللي جوه الودان اللي عند المخ دي مش قادره تستوعب، سواء بقى عليت او وطيت جبت هواء ما فيش هواء، انا مش قادر استوعب اي اصوات خالص. يبقى الاثنين ايكوال ومور ذان 25، لازم اصوات عاليه جدا بقى من البيورتون عشان ابدا اسمع. في حاجه اسمها بقى ميكسد لوس، ميكسد لوس قال لك الميكسد لوس ديت بيبقى الطبيعي الاير كوندكشن احسن من البون كوندكشن، بس ايه الاثنين ميكس، اذا في هيرنج لوس في ديفنس هنا لازم يبقى مور ذان 25 ديسيبل. جميل كده. نتكلم بقى عن سبيتش اوديومتري. زي ما انت شايف بيبقى في الاطفال الصغيره او المالينجر او المالينجرز، ايه المالينجرز انا مش عارف، بس الاطفال الصغيره كده مالينجر كده بيلعبوا بالمالينجر، بالمال، بالفلوس، بتقدر تولد مالينجر، مال جيب فلوسك اولدك مالينجر، مال تشيلدرن على طول، يبقوا دول مع بعض. قال لك دول ديتكت سبيتش، قال لك ديت لازم ديت بنأكد بيها البيورتون عشان نتأكد، عشان اتاكد انك في صوت انت وصل لك وسمعته وفهمت، ديت بتاكد بيها البيورتون اوديومتري اللي هي البطه. قال لك ديت بتبقى قال لك ديت لازم تبقى تساوي البيورتون ات 500 الف 2000 هرتز. قال لك لازم تبقى عارف حاجه اسمها سبيتش ريسبشن ثريشولد، سبيتش ريسبشن ثريشولد. اللي هو سبيتش ريسبشن ثريشولد اللي هو اقل حاجه تقدر تسمع تفهم فيها الكلام بقى النغمات اللي وصلوا لك دي، سبيتش ريسبشن ثريشولد. قال لك حاجه اسمها وورد ديسكريميشن سكور. قال لك الورد ديسكريميشن سكور ده بقى بعد تفهم بقى الكلمات وتميز ما بين الكلمات والنغمات اللي وصلت لك دي، تميز بينها عن طريق كلمات. قال لك ديت جميله جدا، بنعرف منها الكونداكتيف هيرنج لوس. قال لك في الكونداكتيف هيرنج، في الكونداكتيف هيرنج لوس لا هي المشكله في التوصيل، لكن انا كفهم لا بعرف افهم اكسلنت ديسكريميشن سكور 190 ل 100. هي بس مشكلتي كلها في ايه؟ ان الصوت مش عارف يعدي، لكن لو عدى انا كفاءه، انا شاطر. لكن السنسوري يعني بص، السنسوري الاحساس بقى ممكن 50 ل 90، يعني 50% ممكن يا يا لا من 50 ل 90، لكن النيورال شغل بقى المخ والاعصاب ومخ وذاكره ونيورال وكده لا، ده صفر، ده فيري بور. لو ده لو باظت، لو باظت لو حصل نيورنج هيرنج لوس، نيورال هيرنج لوس، خلاص اعصابك باظت، عايز هتسكر ولا هتفهم ولا هتميز الكلمات واعصابك بايظه. نيورال هيرنج يبقى في نيورال هيرنج لوس بتبقى السكور فيري بور من 0 ل 50، لكن في سنسري تبقى الاحساس يعني ممكن اجيب 50 90% 70 80 90%، لكن في الكوندكتيف لا، انا بس لو عديت هبقى جميل جدا جدا، اكسلنت ديسكريميشن سكور. نتكلم بقى على التمبانو. في نوعين اسمهم امبيدانس سيمتري. امبيدانس سيمتري يعني ايه امبيدانس سيمتري؟ قال لك ديت ممانعه، امبيدانس بيمانع. قال لك ديت بيبقى ممكن في التمبانومتري. يعني ايه تمبانومتري؟ يعني بص زي ما انت شايف كده بيبقى فيه مايكروفون او مايكروفون وريكوردر، بحط نغمه كونتينوس تون، بعدين ابدا الميكروفون، الميكروفون زي ما شايف تحت خالص كده، الميكروفون بيطلع كونتينوس تون. الكونتينوس تون ديت بيبقى ابدا اسجل الانرجي، ريكورد الانرجي من الميدل اير، الريفلكتد انرجي من الميدل اير. يبقى ديت في صوت داخل الودان بيحصل ممانعه، بينعكس جزء من الطاقه ديت، ابدا اسجل الجزء اللي بينعكس الممانعه ديت بريكوردر، وابدا اغير في الضغط، وابدا اقيس الضغط، ابدا اقيس الضغط في الميدل اير، وابدا اقيس الريزيستانس في الميدل اير سيستم.
يبقى قيس البريشر في الميدل ايد سيستم زي ما انت شايف ام مليمتر اتش او ديت وحده قياس الضغط اير بامب ديت بقيس الضغط ضغط ضغط في الميدل اير وبقيس الريزيستنس في الميدل اير سيستم. قال لك دوت ليه مميزات كتير قوي بيقدر يميز من انواع كتير جدا من في الميدل اير باثولوجي زي تايب ايه. ايه تايب ايه دوت؟ تايب ايه ده النورمال، اي واحد اسمه احمد ده الطبيعي، هم المنتشرين الاحمد سيكشن الاحمدات. نورمال ميدل اير بريشر، النورمال ميدل اير بريشر كام؟ قال لك بيبقى من موجب 50 لسالب 50 ملم ووتر. والنورمال ميدل اير كومبلياز او ريزيستنس بيبقى كام؟ قال لك من 3 من 10 ل 1.7 يوبيك سنتيمتر. امال ايه تايب ايه اس؟ بص ايه اس 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 السلام عليكم. قال لك دول ستيوند كومبليانس، اس يبقى ستيوند 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 كومبليانس. يعني ايه ستيوند كومبليانس؟ يعني حاجه بتقلل شغلهم، حاجه بتقلل الكفاءه رد الفعل. ستيوند ستيوند ستيوتن ستيونتد ستيونتد كومبليانس، مش عارف انا مش عارف انطقها ليه، اسمها ستيونتد كومبليانس. حاجه مش عارف اقلل بيها، حاجه مش عارف ارد بيها الفعل، مش عارف اعمل رد فعل كويس. دي بتحصل امتى؟ قال لك ستيونتد يبقى سكليروزز، في حالات السكليروزز، في حالات التخشب، في حالات انا مش قادر اتحرك مفاصلي عظامي سكليروزز. قال لك في تايب ايه؟ تايب اي دي. ايه الاي دي؟ قال لك تفتكر حرف الدي نفسه يرجع لحرف السي، حرف السي اللي قبله نفسه يرجع له. فقال لك بيبقى ايه؟ بص يا فاون في السن سن، بص سن حرف السن او بالسي حرف السي، ثن حرف الثن التي اتش تطلع زي السي، ثن سكارد اللي فيه حرف السي درامز، سن سكارد درامز. وموجوده فين تاني؟ في الاوسيكولار ديسكونكشن، كونكشن كونكشن. يبقى ايه؟ بص يبقى الحرف ايه دي تفتكر على طول ان حرف الدي نفسه يرجع لحرف السي، يبقى سن السي ممكن تتنطق زي حرف السي تي اتش يبقى سن سكارد درامز، او ممكن السي تتنطق زي حرف الكي كونكشن او سيكولار ديسكونكشن. طيب البي، طيب بي روح اعمل بالبي ده نان كومبليانت ميدل اير دوت امتى؟ لما بقى عمال انتك 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 انتك. انا شغل في الودان انها تستقبل الاصوات مش تنتج افرازات، فانت تفرض تنتج افرازات يبقى ديت نان كومبليانت ميدل اير. انا مش شغال، انا مش هستقبل اصوات، انا فيوجن، انا بنتج، انا برودكتيف، انا بلو اير. قال لك تايب سي دوت نيجاتيف نيجاتيف ميدل اير بريشر. تايب سي قال لك قال لك في بعض الناس اللي هم في كباتن بيربطون برمز السي، كباتن بيبقوا بينشروا طاقه سلبيه نيجاتيف ميدل اير بريشر زي في الاستيكان تيوب ديسفانكشن. ايه بقى الاكواستيك ريفلكس ده او الثابيديا المصري ريفلكس؟ قال لك دوت بعط صوت عالي جدا، ديسيبل عالي، ديسيبل عالي جدا، انتنسيتي عالي جدا. وقال لك المفروض يحصل ريفلكس بروتكتيف، بروتكتيف ريفلكس رد فعل وقائي ان الاستابيديا يستبعد، ان الاستابيديا يستبعد عن مكانها تفصل شويه مكانها، فسموه استابيديا ماسل ريفلكس. لان الاستابيديا ماسل كونتراكت باي هي اللي بتنقبض الاستابيديا ماسل عشان تبعد الايه؟ استابيديا فود بليت، عظمه عظمه الاستابيديا فود بليت، عظمه الاستابيديا. قال لك لما يبقى فيه انا احط صوت عالي جدا فيقوم عضله شد العظمه، لا ده معنى كده ان في ايه؟ في رد فعل عصبي عضلي سليم جدا، ده معنى كده ان العمليه سليمه، التوصيل العصبي سليم، في انتاكت فيشيال نيرف. الفيشيال نيرف اللي بيغذي الاستابيديس، الاستابيديس ماسل، فيشيال نيرف بيغذي الاستابيديس. ليه استابيديس؟ بص قال لك استابيديس تفكرك بالطالب الاستيوبيد، ستيوبيد، والستيوبيد بيبقى غباءه باين في وشه، يبقى فيشيال نيرف بيغذي الاستابيديس. فقال لك الفيشيال نيرف بيبقى انتاكت، والفيشيال نيرف بيبقى انتاكت، والاوتيتري نيرف هو المسؤول عن توصيل الاصوات اصلا عشان يحصل كونتراكشن للاستابيديس، يبقى الاوتيتري نيرف انتاكت، والسنترال كونكشن انتاكت، والميدل اير ستراكشر كلها انتاكت.
قال لك لو في بقى مشكله اقدر اعرف مكان المشكله ازاي، عن طريق ان انا احط صوت في ودان واقيس العمليه ديت في الودان التانيه في الكونترا لاترال الجانب الاخر. اخر حاجه الاوديتوري برين ستيم ريسبونس القبر دوت. بص برين ستيم جايب لك صوره برين ستيم جميله اهي عشان تفضل فاكرها. قال لك دوت بيقيس الاشارات الكهربائيه في المخ. سمعت عن الصرع والكهرباء زياده في المخ؟ ده بقى بيقيس الاشارات الكهربائيه في المخ في البرين ستيم. ان ريسبونس تو اكواستيك ستيموليشن. قال لك ديت بيبقى الاوديتوري برين ستيم ريسبونس خمس انواع بيرمزوا لها من الرموز الرومانيه اللي هي من 1 لفي اللي بتترسم الفي اللي بتترسم 5 اللي بتترسم زي حرف الفي. قال لك رقم 1 بيبقى كودل، بتطلع واحده واحده سلمه سلمه من تحت من الكودل من الديل خالص، تطلع واحده واحده لغايه ما توصل ايه للسنترال للروسترال للكبير قوي رقم 5 قال لك دوت بيبقى جميل جدا في حاله الاطفال، في حاله الاطفال الصغيرين او احباب الله اللي عندهم اعاقات عقليه او حالات المالجنرز، دول ما بيبقوا مش قادرين نقيس لهم بطرق الطبيعيه فبالتالي نقيس الكهرباء. او ممكن اميز ما بين السنسوري والنيورال ليجن. او اقيس او اشوف الديفرنت او اشوف التايم ديفرنس بتوين ديفرنت ويف، وبالتالي دوت اتاكد منه ان في نيورولوجيك ديس اوردر، اللي هو ايه اشوف التايم ديفرنس بتوين الديفرنت ويف اتاكد ان كده نيورولوجيك ديس اوردر. ده كل اللي عايز اقوله. شكرا جدا، شكرا انك موجود، ربنا يخليك، شكرا.